الأجهزة الإلكترونية. اشتري أي كمية من الأسهم، ما كفاش الرصيد نزل الذهب في السوق. السيد غشوان برا. خليه يتفضل. ها ما هي ماكش فرق السعر، هنعوضه في البيع. اتفضل. شركة الإسمنت، اشتري على النزول. صباح الخير. اتفضل، بلاش كتر كلام، اشتري يعني اشتري. جبت الأدلة؟ ولو بيري ميسون ما عمل اللي عملته، جبت لك قصة حياته من يوم اللي خلق لغاية هلا. ما ترغيش كتير، هات الأدلة. بس هالخنفوس ما بينام لا ليل ولا نهار، حاليا بحب ثلاثة غير بنت حضرتك طبعا. صور دي مظبوطة؟ مش ملفاه؟ ولو. طيب متشكر، تفضل. اطلبي لي القاهرة بسرعة. بيروت يا ستالي. الو، ايوه انا ميرفت قاضي. ازيك يا جمال، وحشتيني قوي يا اخويا. اخبار مش قوي. طيب طيب هخليها اتكلمها. هدى، هدى بابا على التليفون. يا هدى قومي يا حبيبتي كلمي بابا، عيب ما يصحش يا هدى. ايوه يا جمال، غضبانه يا اخويا مش عايزه اتكلمك. بتكلمي مين يا ماما؟ خالو جمال. مفيش داعي للعصبيه، الشده دي مش هتجيب نتيجه. اتكلم وحياتك يا ماما. مش وقته مش وقته. اسمع يا جمال، انا خايفه لهدى تعمل في روحها حاجه، لازم تيجي يا اخويا. لا دي بنتك وانت اللي تتصرف معاها. طيب طيب انا جاي لكم في اول طياره. الله يسلمك. على السلامة. طمنيني، ايه الاخبار؟ يا دلوعي. سعادة البيه، حمد لله على السلامة يا سعادة البيه. الله يسلمك. برضو رمت الاكل في وشك؟ يا ريت على كده وبس، دي خبطتني مقص جابتني صيح. هي اتعلمت تلعب الكروتيه يا سعادة البيه. طيب طيب معلش. مش كنت تسيسيها يا ميرفت؟ يعني عايز نعمل لها ايه؟ ازغطها زي الوز؟ انا خلاص يا اخويا غلبت معاها. خالو، الحمد لله على السلامه يا خالو. الله يسلمك. عاجبك اللي عاملاه هدى؟ معذوره يا خالو، بتحب رفيق سيبوها تتجوز اللي بتحبه. اخرس انت، ما انتوا كمان لازم تشوفوا لها حل.
دي بقى لها يومين من غير اكل. انتوا عايزين تموتوها ولا ايه؟ عم بشير. نعم يا سعادة البي. دخلها اكل بسرعة. يا سعادة البي دي اتعلمت تلعب الكروتيه. طيب ما تخافش، هدخله لها انا بنفسي. قلتلكوا 100 مرة مش عايز اكل برا. ها الدشدشت. بابا بابا الحمد لله على السلامة. ايه العمايل اللي بتعمليها دي يا بنتي؟ حد في الدنيا يضرب عن الاكل؟ عمتك تقول ايه بس؟ مش عارف اربيكي؟ يا بابا بصراحة أنا مش عايزة أعيش في البيت ده، أنا حاسة إني في سجن، أنا عايزة أرجع بيروت تاني. عشان تقابلي رفيق، مش كده؟ يا بابا أنت مش وعدتيني إنه في خلال أسبوع هتاخد قرارك في موضوع خطوبتي، أنا ورفيق أهو فات أسبوعين، لا كلمتني ولا سألت فيا. وفيها إيه يعني لما اتأخرت أسبوعين؟ مجلس الأمن يا ستي بقاله سنين مش قادر ياخد قرار. يا أرجوك يا بابا بلاش هزار. دي مسألة حياة وموت بالنسبة لي. مش هقول لك أي حاجة قبل قلب ما يرضى عليكي. طيب أدي بقى بوسها رشوة، قول بقى. أنت عارفة إن كل شيء في حياتي ومصلحتك عندي فوق كل اعتبار. مصلحتي إنك تجوزني يا رفيق. أعتقد إنك هتغير رأيك دلوقتي. شوفي شوفي بيرقص مع مين. معلش بكره لما يتجوز يعقل. ده جي ليه المهبب ده؟ ده واحد ليل ونهار متلقح في النوادي والاستريوهات، مالوش شغله غير انه يبعتر فلوس ابوه يمين وشمال. ويشتغل ايه مدام غني؟ يسيب الشغل اللي محتاج له. انا يستحيل اجوزك واحد عايش عالة على ابوه. يا بابا انا عشت طول عمري اسمع كلامك. اعملي ده حاضر، ما تلبسيش ده حاضر، روحي تعالي اتكلمي اسكتي حاضر. أنا كبرت بقى، سيبني أختار خطيبي زي ما أنا عايزة. كل اللي بعمله ده علشان خايف عليك يا بنتي، وأنا عندي عز منك. إذا كنت بتعزني صحيح وافق على جوازي من رفيق. مستحيل مستحيل أسيبك تتجوزي راسبوتين القرن العشرين ده. أتجوزه وأجرب، وانت لها راسبوتين زي ما حضرتك بتقول أتطلق. أمال هم عملوا طلاق ليه؟ أنت فاكرة جواز إيه؟ بسكليتة تركبيها النهاردة وترميها بكرة؟ أنا اللي لازم أختار لك العريس اللي تتجوزيه. هو حضرتك اللي هتتجوزه ولا انا؟ انا ابوك يعرف مصلحتك اكتر منك، وهيجي اليوم اللي تشكريني فيه على اللي بعمله ده. اللي تشوفه. يعني خليهم بقى يحضروا لك الاكل يا حبيبتي؟ اللي تشوفه. هي خالو عملت ايه؟ لا اطمني، عائلة ورقت والموضوع ده اتنسى خلاص. صحيح الكلام اللي قاله لي خالي؟ غيرت رأيك في رفيق؟ بتقولي ايه يا سامية؟ انا بحب وهو كمان بيحبني ولازم نتجوز. انا ما بقيتش فاهمة حاجة خالص. سامية انت الوحيدة اللي فهماني وحاسة بيا. ما هو يا ريت كنت اقدر اساعدك يا هدى. لا لو عايزه تساعديني صحيح اعملي اللي هقولك عليه. الحمد لله ان الموضوع انتهى على خير. انا كنت متاكده ان وجودك هيحل كل حاجه. يا ميت الف حمد لله على السلامه يا سعاده الدين. اسف اني ما جيتش لسيادتك على المطار، ما لحقتش الديزل والله. الرز ما اتشحنش ليه؟ بشم هوا في المينا؟ ما انت عارف سيادتك أزمة المراكب. أزمة المراكب ولا أزمة فرع اسكندرية كله؟ ظهر عليك عجزت يا عبد العظيم أفندي. ليه بس يا سعادة الدين؟ أنا لسه بخير. أنا أجلت الشحن مخصوص علشان تخرب بيتي. الدولار في النازل وأنتوا ولا حاسين بحاجة. تأخير شحن البضاعة معناه خسارة 100 ألف دولار.
يا 100,000 مصيبة على دماغي ودماغ اللي خلفوني. أنا هرجع اسكندرية دلوقتي حالا واشحنه على أي مركب. مع السلامة عبد العظيم أفندي. سلام. عبد العظيم أفندي. أفندي ما سعادة البيه. وظف شريه المعمورة. الهانم الكبيرة وهدى حيسافروا قبل آخر الأسبوع. هي ست هدى شرفت. يا 100,000 حمد لله على سلامتها. يا سلام. يا سلام لما كانت صغيرة وكانت تهزر معايا وكانت تنتف لي شنبي وتقول لي جوز ولا فرد. هنتكلم في شنبك والرز لسه ما تشحنش. واخسر انا 100,000 دولار. يا 100,000 مصيبة على دماغي ودماغ اللي خلفهون يا سعادة البيه. ست هدى هانم يا 100,000 حمد لله على السلامة. وحياة المرسى ابو العباس وحشاني. انا ميرفت يا عبد العظيم افندي. ست هانم الكبيرة. معلش العتب على النظر. الله يجازيهم. حتى حجارة النظارة بيغشوها اليومين دول. الباسبور اهو. حد شافك؟ ابدا. شاطرة سامية. معاكي فلوس؟ دقيقة واحدة. ما معيش غير دول بس. دول بس. والطيارة هتقوم امتى؟ الطيارات محجوزة لاربع ايام قدام. وهروح فين الاربع ايام دول؟ لا ما انا هجسلك على مركب هتقوم بكره الصبح في اسكندريه. ما قلتلكيش لا في الاولى ولا في السياحيه. في اوندك بس. اوندك اوندك. المهم اني اسافر وخلاص. انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. يا حبيبتي يا ساميه انا عمري ما هنسلك الجميل ده ابدا. وعلى فكره انا تحت امرك. يوم ما تحبي اساعدك اساعدك. صحيح. سألتك عن باسبورها؟ عملتها الملعونة. عظيم افندي
ترنك من مصر يا عبد العظيم افندي. من مصر؟ ايوه. سترك وعدم الفضايح يا رب. اصبر يا رب اصبر. عن اذنك. اتفضل. الو سعاده البيه. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. فيا راجل اسمعني كويس، هدى هربت. حلقها يا اخويا، حلقها بعد نقطتين. مسافره بيروت على المركب القايمه من عندك دلوقتي. اعمل اي وسيله علشان تمنحها من السفر. هي مسافره عندك يعني على ظهر المركب. عندك؟ هدى هانم بنت الاكابر تسافر عندك؟ انكتم. اسمع، انت تسافر على نفس المركب، واوعى تخليها تغيب عن عينيك، فاهم؟ هتلاقيني مستنيك على المينا في بيروت. هي اوضه الكابتن يروحوا لها منين يا مدموزيل؟ افندم عدم المؤاخذه يا ابني، العتب على النظر وعلى حجاره النضاره اللي بيغشوها لي من دول. هندور على اسمها في كشف الركاب. أيوة. اذا كانت موجوده اعتبر الموضوع منتهي. الله يخليك، الله يعمل بيتك يا سعد البيت. أنا هستنى سيادتك هنا. أمرك. فتح يا ابني. هدى جمال موجودة يا فندم. الحمد لله. وقطع تذكرة أندك. أندك؟ بنت الأكابر تركب أندك؟ ازاي تسرق وانا في كابنتي؟ احنا اسفين يا فندم، دي أول مرة تحصل. تسمح بقى تطلع لي البنطلون والقميص من تحت الأرض؟ اطمن يا أستاذ، قبل نهاية الرحلة هتكون كل حاجة عندك. بسم الله. متشكر. تعالى تعالى، ما تعملش عنصر. خد بر نفسك. ايه ده؟ هي بتحرق كده ليه؟ انت حاطط فيها ايه؟ شطه. نعلموكم، ما دام مسافر اوندك يبقى مفيش غير الشطه. لا تقولي بلط ولا كونياك، هي اللي تدفيك من البرد اللي كلبش في عظمك. عدل. لا يا عم، البرد ارحم. قول لي ياض، شنطه ولا مجموعه؟ يعني ايه اللي زيك مش وش شنطه؟ اكيد تلميذ خيخه ما جابش مجموعه ومسافر تخش جامع بيروت. حكيم اخوك يفهمها وهي طايره كده ولا اه كده؟ ها مدكن كام؟ يعني ايه ده انت قافل قوي، معاك استرليني ولا دولار؟
اصرفهولك باعلى سعر في السوق. معيش غير دول. انت مسافر طرزان؟ لا يا عم، انا معيش غيرهم. في ايه دي؟ ايه ده؟ علقته منين ده؟ ده بتاعي. اقطع دراعي ما كنت بشتغل ملقاط. قول لي علقته منين؟ والله انا مشتريه. لمين؟ هيكون لمين يعني؟ يا ابن الجنيه، للجو بتاعك؟ صح، جدع، فهمتها يا طايره. اهو انت دلوقتي عجبتني. انا احب الواد الفنجري. اسمك ايه؟ ناسي اسمك، بطنطة. حميدو. وانا عبده دولار من اسكندريه. باديات يعني؟ دق الكف. من دلوقتي اوعى تشيل هم حميدو، لا بتصدقني. متشكر قوي، سلام عليكم. على فين؟ عشان معاوي. قول لحميدو. نعم. ما قلتليش هتعمل ايه بيروت وانت معاكش اللضا. ربنا يسهل. طبينا. على فين؟ نرزقه، نشتغله، نهلبولنا قرشين. ازاي؟ زي ما بنعمله كل سفريه، نهجصه على العالم، نميسه على العالم اللي فوق دي. اي كلام في الهجايز. نغنوا. نغنوا؟ اه. بس انا ما اعرفش اغني. يعني احنا اللي بنعرفه نغنوا؟ ولا يهمك، ده احنا اللي دهنا الهوا ابويا ورسمنا عليه. ايه؟ اتكل على الله. حبيبي وطيف حبيبي اللي بيزورني في كل منام. سألت عالم كبير بيفسر الأحلام، رمى الكتاب من يمينه والتفتالي اصبر على اتغطى لما تنام. لا لا بقى وغني، خليها يلم القوط. اقول ايه بس؟ قول اي كلام في الهجايز. زي ايه؟ زي شنجري بنجر. شنجري برنجن ناو هاو هاو الله. شنجري بنجر ناو هتروح والله وتحلو. شفنا عدول الشنجر بنجر يهرب على طول. الشنجر بنجر وين شفنا عدول يهرب على طول يهرب على طول. هاو الشنجر بنجر ناو هتروح والله وتحلو. الشنجر بر بر بنجر ناو الشنجر بنجر ناو الشنجر بنجر ناو هتروح والله وتحلو. والشنجر بر بر بنجر ناو والشنجر بنجر ناو الشنجر بنجر ناو هتروح والله وتحلو. وين شفنا عدول الشنجر بنجر يهرب على طول. الشنجر بنجر وين شفنا عدول يهرب على طول يهرب على طول. هاو هاو الشنجر بنجر ناو
حتروق والله وتحلو. الشنجر بربر بنجل نو، الشنجر بنجل نو. من فضلك يا مدموزيل. وبعدين معاك يا حضر، دي تاني مرة تقول لي يا مدموزيل. معلش يا ابني، العتب على أظن هتقول لي العتب على أزاز النظارة اللي بيغشوه. العتب على الزمن اللي خلى الواحد مش عارف الولد من البنت. اسمة الحق حلال عليك. دول بس تمسي هرش العيب ده، وأنا الكوماندو بتاع اللعبة، متبقاش طماع. كفاية علمتك صلعة، روح تشابرق. يلزم خدمة يا أخ. شيك قوي القميص ده. ما انا عارف. هو جاهز ولا تفصيل؟ جاهز. شيء جميل. والبنطلون اللي انت لابسه ده جاهز ولا تفصيل؟ انا البس غير جاهز. الله، اصل لونهم عجبني ونفسي اشتري زيهم. انت اشتريتهم منين؟ هدية من الجو بتاعي كده. قول لي انت اسمك ايه؟ حميدو، ومن غير لف ولا دوران. انت عايز ايه؟ لا يعني اتمشى سوا كده لغايه القبطان، تحقيق بسيط بخصوص القميص والبنطلون. اسمع يالا يا فند، انت فتح عينك شوف بتكلم مين. ده انا حميدو استرليني ملك خط بيروت. بلاش لماضه، القميص والبنطلون دول انت سارقهم من شنطتي، انجروا قدامي. انا في عرضك يا بيه. اسم حضرتك ايه؟ وانت مالك يا اخي؟ طب يا بيه لو سمحتني المره دي هيبقى جميل، مش هنسولك طول عمري، وهجيب لك بدل القميص 10 وبدل البنطلون 15. ده ذاك الشنطه زي الفل قد الدنيا. لا يا شيخ، طب انجروا قدامي. اعتقني الوجه الله يا بيه، طوبى من دي النوبه. ده انا مش حرامي، ده انا ابن ناس. ما انتوا كلكم بتقولوا كده. ما انا لو كنت حرامي كنت اخدت كل اللي في الشنطه. بس شيل ايدك، اصل الشيطان شاطر يا بيه. اول ما طلعت على المركب اتلم عليا شويه عالم قطيع بيلعبوا دوجو. دقدق يا حميدو دقدق. انا دور والتاني لقيت نفسي على الحديده. تلعب على القميص يا حميدو، لعبت القميص جار البنطلون، لقيت ناس استريبتيز. يرضيك يا بيه امشي استريبتيز. وانت ايه اللي خليك تعمل كده يا اخي؟ تلعب قمار وتراهن على هدومك؟ غصب عني يا بيه، ده انا مسافر ترزانه لقط رزقي. اخواتي ستة يتامى، ابويا وامي ماتوا في جمعه واحده، وسايبين لي العيال امانه في رقبتي. والطمع وحش قوي يا بيه، وجوع كافر. طب المرسى والعباس انا بالي يومين ما اكلتش. انا هسامحك بس اوعى تعملها تاني. اوعدك مش هعملها تاني. متشكر قوي، مع السلامه. حميدو تعال هنا. ايه تاني بس؟ نعم نعم. انت بتقول بقالك يومين ما اكلتش؟ لا بقالي 3 ايام. طب انا عازمك على الغدا. متشكر قوي. اسمك كريم؟ سمير. سمير بيه، ربنا يخليك. ما قلتليش يا سمير بيه، شنطة ولا مجموعة؟ أه؟ مش ممكن تكون شنطة، ده شكلك ابن ناس. مش فاهم قصدك ايه؟ مش مجموع في الثانوية العامة ورايح بيروت وخش جامعة. ده انا مخلص بقالي 3 سنين. مش معقول. امال مسافر تعمل ايه؟ سواح؟ ادور على شغل. ممكن مش لاقي شغل في مصر ولا ايه؟ انا مسافر اعيش واشوف واتفرج. اقعد في بيروت شوية، هعمل لي قرشين، وبعدين اطلع على كندا. ياه، ده انت مسافر اخر الدنيا يا راجل. الواحد لازم يغامر ويتعب عشان يحقق احلامه. انت بتحلم بايه؟ حياه سعيده مع واحده بحبها. انت خاطب؟ مش لما اكون مستقبلي الاول. يبقى اكيد للجو في مصر. ليه طبعا. وانت حميد؟ طبعا، ده وانا عندي 14 سنه كانت البنات ملمومه حواليا زي الرز يا ابني. وانا اللي رماني رميه السودا دي غير الجو. ليه كفاله الشر؟ اصل الوالد مصمم اني ما اتجوزهاش. الوالد؟ انت مش بتقول ابوك وامك ماتوا في جمعه واحده؟ تفوت دي بقى يا سمير بيه. فوتنا دي، واكلك بالشوكه والسكينه زي ولاد الزواج، هتقول فيها ايه دي كمان؟ ايه اصل السيما هي اللي علمتنا الحاجات الحلوه دي يا بيه. يا ابن الجنيه، خلينا بقى في موضوعنا. احنا دلوقتي اكلنا عيش وملح مع بعض، فتفضل اللي في قلبك عشان افضفض لك انا كمان اللي في قلبي. انا حاسس كده قلبي ارتاح لك قوي يا سمير بيه. وانا كمان والله يا حميدو حاسس ان انا اعرفك من زمان كده. طب احكي لي بقى عن الجو بتاعك. حاكم اخوك يموت في خصص الحب الحراقه دي قوي. يا نهار ابيض. ايه مال؟ ايه الحكايه؟ جالك دوار بحر ولا ايه؟
طب ولا همك انا عندي دواء هايل حديهولك. ها يا ريت ردعت. تسمح يا ابني؟ ايه فوتني طبعا اذنك بحسن ده. انا معاك على الاخر متشكر. ولا حميدو تعالى تعالى. ايه خد دول. ايه ده عرق؟ انت مش علقت الزبون؟ سيبهولي انا نضفه. مش فاهم. بشتري منك الزبون. اه حسك عينك تهوى ابن حيطه. فت عينك ياض ده انا عبد دولار. وانا حميدو استرليني واعلى ما بخلك اركبه. خد فلوسك. ولع لي والنبي اخ. بتيجي هنا في الظل؟ حميدو كنت فين يا اخي؟ دورت عليك في المركب كلها. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله انا بقيت كويس. المهم خلينا بقى في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. اتكلمنا عن الجو بتاعك. أني موضوع؟ الجو. فضفض اللي في قلبك عشان افضفض لك انا كمان. هقول لك ايه، كنت بتمشى ساعه المغربيه على الكورنيش، واول لما شفتها حسيت اني عايز اكلمها، عايز اعرف كل حاجه عنها، عايز اخدها في حضني. يا سلام. ايوه يا ابو سمره حركت المواجع. ما عرفتش اعمل ايه، عازمها على حاجه ساعه ترمس دوره مشوي نقعد في كازو نتكلم. ردت عليا بعينيها. يا عيني يا عيني، نظرة فسلام فابتسامة فلقاء. ما هو للأسف ما حصلش لقاء. ليه؟ رحت أطلبه من أبوها، قام قال لي أهلك لازم يصرفوا عليكم، هما 25 جنيه العمي اللي بتاخدهم هيكفوك إيجار الشقة. أنا عايز أعرف إيه اللي جرى الأبهات اليومين دول؟ هما فاهمين إيه؟ هما بس اللي بيفهموا وإحنا عيال ما بنفهمش؟ وهي عملت إيه؟ وهي في إيدها إيه؟ ما عندكش فكرة يا حميد، دي إنسانة رقيقة قوي. شوف صورتها أو أنت تعرف كل حاجة. المحفظة. ايه حميدو دي فيها الفلوس اللي حصرفها لغاية لما الاقي شغل. طلع المحفظة. عيب يا سمير بيه، ده احنا اكلنا عيش وملح مع بعض يا اخي. انا المرة دي مش هعتقل كده. اه طب انا هديك المحفظة عن اذنك بس. ديو عبدو ولا عبدو برضه عملتها. هات المحفظة. محفظة يا هتبعد لك على بوزك. بقولك هذا محفظة. يا تبعد عني يا ده انت. قولي ها سيب حميدو. استنى انت يا بيه، دي حاجة بسيطة. اه يا عيني. هات يلا المحفظة ونعدتها تاني هضيعك. حاضر يا عم. اتفضل عد فلوسك. تمام تمام. قوم نفض هدومك والعب في حتة تانية. ليك حق يا عم، ربنا يهد المفتري. انا اللي طلعت اي كلام في الهجايز. انا اسف اني شكيت فيك يا حميدو، معلش غصب عني. ولا يهمك، المال الحلال ما يروحش ابدا. اللي قولي انت اتعلمت الكاراتيه ده فين؟ مسيما برضو. انت لسه ما عندكش ثقه فيا يا حميدو؟ اكتر من كده. متهيألي في حاجات كتيره مخبيه عني. زي ايه؟ تصرفاتك كده بتدل علينا كده ناس طيبين. ما تحكيلي على مشاكلك، يمكن اقدر اساعدك. مشاكلي ما حدش يقدر يحلها غيري. انت لسه صغير يا حميدو، ما تعرفش حاجات كتير. انا مش صغير، انا خلاص قررت اعتمد على نفسي زيك. بس انا عارف انا عايز ايه. وانا عارف انا عايز ايه. شغلانتك دي مش عجباني، ايه رايك تيجي تشتغل معايا في بيروت وتسيبك من الكلام الفارغ بتاعك ده، تعمل لك قرشين وتيجي معايا كندا؟ لا يا عم، على ايش الشحطه دي؟ كندا بعيده وبيقولوا عليها انها برد قوي، وانا عندي حساسيه ضد البرد. على كل طيب. حال انا حبيت اساعدك. طيب متشكر قوي، وتصبح على خير عشان طالع انام لاني تعبان جدا. ايه الكلام ده حميدو؟ انت هتنام هنا؟ اه اصل متعود على كده. الله، انت مستور عندك حساسيه من البرد. معلش. طب تعالى ننام مع بعض في الكابينه. إيه؟ بتاعتي. لا متشكر يا اخي، الكابينه فيها سريرين. بعدين هتعود على النوم المريح، اصل النوم على الخشب صحه، الدكتور بنفسه هو اللي قال لي كده. طب خد البس ده يدفيك. طيب متشكر، تصبح على خير. مع السلامه.
دورت عليها كويس يا كابتن؟ دورت بنفسك. امال يعني هي فص ملح ودهبت يا كابتن؟ اذا كنا مش قادرين ليه دلوقتي اكيد هنلاقيهم يا نسل. اعمل معروف يا كابتن، انا بعرضك ما تضيعش مستقبلي، دي بنت راجل مهم جدا. اطمن، ضباط الجوازات بيطلعوا على المركز خشب، ومفيش حد بينزل الا ما يشوف باسبور. يا رب يا رب نلاقيها يا رب. صعب. الأنسة هدى جمال تحضر لمكتب الاستعلامات للأهمية. ما بتاكلش ليه؟ ده أنا ما نمتش طول الليل وعينيا مفنجلة. ما هو كله من الحساسية، ما قلتلك تيجي تنام عندي في الكابينة. حساسية إيه؟ المصيبة اللي مستنيني في الميناء ببيروت. هما مين دول؟ أنت لسه ما عندكش ثقة فيا. صدقني لو أقدر أساعدك هساعدك. هما مين دول اللي مستنينك في بيروت وخايف تقابلهم؟ هيكون مين يعني غير بابي؟ بابي؟ لا ده انا قصدي المعلم بركات اللي بيشتغل لحسابه ببيروت. اكيد الواد عبد الله اول ما هيوصل هيديهم اخباريه عن المحفظه بتاعتك. قلت لك تبطل الشغلانه المهببه بتاعتك. مش لما اخلص الاول مني مستنيني ببيروت. ولا يهمك هنشوف لها حل، محدش هيشوفك وانت نازل المكتب. يا سلام البس ايه تاني؟ البس طاقية لخفة. اديني فرصه افكر هلاقي لها حل. حميدو حطيت لك صندوق. لا يا عم انا خايف. ما تخافش انا جنبك. اوعى تسيبني احسن اتوه بين السنه دي وما تعرفش مكاني. طمن انا معلمك. خش بقى خش خش بلاش رمادة. خلي بالك عليا مصابرة. ما بقى في حدا من الركاب على الباخره يا جمال بيك. ايه يعني فص ملح وداب؟ اكيد شافتني واستخبت. طمن بالك عبد العظيم اتركناه مع موظف مسؤول راح يفتشوا الباخره لحد ما يلاقوها. طيب انا حسبعك على المكتب، اذا جدت اخبار اتصل بيه على طول. طيب سمير شو ناطر؟ معلش لو فيها رسالة نستنى شوية، أصل في واحد صاحبي لازم أطمن عليه قبل ما أمشي. حميدو أنا هنا يا سمير بيه. ولا يهمك أنا معاك. لك يا سمير يا حبيبي شو صار لعائلتك؟ عم تحكي مع حالك؟ قول لي يا عمال الصناديق دي راحت فين؟ دخلك العربية لوين رايحة؟ على الأردن. على الأردن؟ يا نهار أبيض. اسمع نعم. إيه عايز أطلب منك خدمة. أمور الموتوسيكل بتاعك معاك؟ أيوه يا حوبر. طب اسمع خد أنت الشنطة وأنا هاخد الموتوسيكل، ورايا مشوار صغير وحابب أحصلك على البيت. ها حاضر.
حميدو. اهلا يا سمير بيه. طمني اخبارك ايه؟ حمود يا سمير بيه. حتى ما تسيبنيش في عرضك. طيب. ننزل بيروت قبل ما الدنيا تظلم. طيب لما خلص السيجاره انا خرمان. يا اخي قوم. اه ايه مالك؟ ظهري اتكسر بالصندوق. طب نام على وشك. ايه؟ نام على وشك. ليه؟ هدلك لك ظهرك. متشكر. متشكر قوي. بقول ايه؟ معاك كام؟ معاك كفايه. كفايه كفايه. تعالى بقى نشوف لنا حته نشرب لها فيها ازازتين بيره وناكل لنا لقمه ونريح. بتاع مزاج قوي. قوي قوي. طب فوتوا ده.
المادة ما اشربش. مش انت اللي قلت دهنا الهوا ابويا ورسمنا عليك؟ اشرب يا شيخ اشرب. بصحة اجدع حميد شفته في حياتي. مالك يا حميد؟ في حاجة مضايقك؟ لا انت مخبي عليها حاجة؟ ده انا بقيت حافظك في درسك زي ما كنت عارفك من سنين. معلم سرحك تاني؟ لا ابدا، بس انا حاسس اني تقلت عليك حبتين، فاتصلت بواحد صاحبي وشرحت له ظروفي وهيفوت ياخدني كمان نص ساعه. الله، احنا مش اتفقنا نروح كندا سوا؟ ايه اللي خلاك ترجع في كلامك؟ ما هو اصل وانا في الصندوق فكرت في حكايه السفر وفكرت في حكايه البرد تاني، قلت يا حميدو بلاش، صحتك بالدنيا. صحتك يا مجدع. انت دلوقتي زعلتني. ازاز ويسكي يا مجدع؟ ازاز ويسكي بحالها؟ مش خساره فيك يا حبيبي. عشان افتكر بيها اجدع حميد شفته في حياتي. يا مجدع صحتك. الشرب من غير مزه ما لسش مزه. هتخليك حد امال مش لخم. انت تاخد الشعره وانا هاخد الصمر. لا يا عم خد انت الاثنين. خي امال بس عامل لي فيتك بالكلام. انا هروح اعلق. يلا بينا. دانا يلا خليل.
شويه. شيلك ايه يا واد يا خير عيني؟ تفتكر كل الناس اللي ربطهم دول هيسكتوا؟ كل واحد منهم هيجيب ابوه، وابوه هيجيب ابن عمه، ابن عمه هيجيب قرايبه، وهنلاقي البلد كلها ورانا. انا مش ممكن امشي. انا شايف بيت هناك اهو، قوم نوصله. قوم يا اخي. الظاهر مفيش حد هنا، ده باين عليه بيت مهجور. مهجور؟ يبقى الحتة دي بتخوف. انا خايف يطلع لنا تعبان ولا حاجة. التعابين ما بتطلعش بالليل يا جاهل. سمير بيه انا خايف. ما هو مفيش قدامنا غير حاجة من الاتنين، يا نواجه اهل البلد والبوليس يا نبات هنا. قلت ايه؟ نبات هنا وامر لله. طب تعالى نشوف لنا حتة فوق. ملهاش حل، هننام هنا. ايه هنا؟ بقول ايه، ما انام انا وتصحى تحرسني، وبعدين تنام انت واصحى احرسك. ايه رايك؟ رايي انك تتخمد وتبطل كلام. تصبح على خير. اتخمد؟ سمير بيه، لو سمعت صوت كده ولا كده يبقى صحيني. يا خبر ابيض. ايه في ايه؟ صاحبي اللي كلمته في التليفون هيروح مش هيلاقيني. وعايزني اعمل لك ايه يعني؟ ولا حاجه، تصبح على خير. شاب لابس قميص ازرق كروهات، شفتوا شي؟ قميص ازرق كروهات؟ ايوه، عامل مشكل وظهر. مش معقول، هيدا ما بيعمل مشاكل. كيف مش معقول؟ هيدا بيضرب كاراتيه. على كل حال لحظه لاشوف فاروق من فضلك. يا فاروق، صوره الشاب اللي عملنا المشكل، عجل لك شوي. شوف هيدي صورته. شيء جميل جدا. النهاردة عملت أبضاي، بكرة تعمل الكابوني. وحضرتك عمال تقول لي ما خلتش خرم في المركب إلا ما دورت عليها فيه. هو في حد يخطر على بالي يا سعادة البيه إن هدى هانم تعمل ولا خليك الناس؟ لازم نلاقيها قبل ما تفشها الشرطة وتعملنا فضيحة. صاحب السيريو أعطاهم الصورة، يا ريتهم يقبضوا عليها. أنت بتقولها كلام؟ مش أحسن ما تتجوزك؟ هدى بتحبني يا عمي. ما تقولش يا عمي، أنا مش هعطيك ضهرة كده دلوقتي في كلام فارغ. اسمع، انت تروح لصاحب الاستيريو تفهمه الموضوع وتخليه يسحب الشكوى اللي عملها. ايه؟ استني. ايه؟ اتفضل. وانت على وظيفه فني. فني تاخد الصوره دي تنشرها في كل الجرايد، ومعاها صوره لهدى بشكلها الطبيعي، وتحدد مكافاه 50,000 ليرة للي يدلنا عليها. مفهوم؟ حضرتك. ايه؟ مستني. ايه؟ اتفضل. حضرتك. you
سمير بيه. سمير ممكن اتكلم في التليفون؟ اتفضل يا اخ. شكرا. الو؟ نعم؟ ايوه. رفيق موجود؟ راح بيروت يعمل ايه؟
لما يجي خليه يستناني. اوعي يتنقل، انا جايله حالا. مع السلامه. سمير، غطست فين يا واد يا نمس؟ سمير افتكرتك سبتني ومشيت. ما قلتليش كنت فين؟ انا رحت اجيب لك فطار. هو فين؟ كلته؟ لا، اصلي وانا لسه واقف قدام البقال ببص كده لقيت عسكري جاي عليا وبيبحلق لي، رحت واخد ديلي في سناني وقلت يا فكيك بقول ايه، ما نسيب الحته الملغمه دي بسرعه ونروح شطوره. شطوره؟ هنعمل ايه في شطوره؟ احنا لازم ننزل بيروت. بصراحة اعتذر لصاحبي اللي كلمته امبارح في التليفون، اكيد راحوا ملقانيش. بصراحة انا حاسس انك بتخمني. انا برضه اخمك يا بيه. يلا بينا. دم خفيف يا وبعدين معاك وانت ماشي صار ايه ده يا اخي؟ رزقك في رجليك، نساعدها في تركيب العجله ونطلب منها توصلنا شطوره. السلام عليكم على افكارك الممتازه يا مسام. يلا بينا بسرعه. تسمحي لنا نصلحلك العجله؟ السلام عليكم. عنك حميده صلاح. ايدك معايا بقى يا ابو سمر. يلا اشتغلوا بلاش لماضه. اتفضلي اتفضلي، ما تروح شوف شغلك. هو الحقيقة شاطر في تصليح عجل. كبريت بتاع الجولة. ليه ما تروح شوف شغلك؟ عايز سيجارة. ما تخلي عندك دم يا سمير بيه وتيجي تساعدني. ما تشتغل من سكاته بلاش لماضة. ما دي ألذ حاجة في الدنيا. هتنط لنا زي فرعلوس كل شويه؟ ولع. بقول لك اركب ورا. يا بابا
عرفنا ليه؟ هو في حاجة؟ الزاهر في تفتيش. تفتيش؟ من فضلك شوفي. درك عم تدور على بنت واحد مليونير أبوها عامل 50,000 ليرة جايزة للي بيكمش. سمير استنى، انا في عرضك يا سمير بيه، ما تسيبنيش، هقول لك الحقيقه عمري لله. قول يا سيدي. ما هو بصراحه بقى البنت بتاعت العربيه عجبتني وشفتها عجبتك انت كمان، قلت مش معقول هنخسر بعض عشان واحده، سبتها لك ومشيت. لا يا شيخ بقى كده. جاتك قوي. ايه شوف بقى، احنا من دلوقتي نسيب بعض، وعشان خاطر عيش والملح هدي لك قرشين، هقسم المعايا بالنص وكل واحد يروح لحاله. سلام عليكم. وبعدين معاك بقى يا سمير. ها هو انا مش عارف اخلص منك يا واد؟ انت واد، انا مش ولد، انا هدى الهربانه اللي البوليس بيدور عليها. استني بقى ما فوق من المفاجاه دي. تسمعي لي اقعد؟ ها فقت بقى؟ خمتيني طول الوقت ده. عشان كده زعلان؟ طبعا، لان طلعت طرطور. طب حقك عليا، سامحني بقى. هعمل بيكي ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، توصلني لخطيبي. لا حلو قوي دي، على اخر الزمن هشتغل مواصلاتي كمان. الله، احنا مش اصحاب. افتح الله. اسمع يا سمير، ورطة هدى اكبر من ورطة حميد، والطرق كلها بوليس، وعشان اوصل لخطيبي لازم اخرم الجبل، وانا بخاف. ومش خايفة مني دلوقتي؟ تضمني منيني ما بلغش عنك واخد المكافأة؟ هتدفعني في كندا. وهون عليك. لا. الله 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 الله. هوبا، ايه اللي ده؟ ما هو البوليس بيدور على حميدو وبيدور على هدى، وانا بقى زهقت من حميدو. يا خبر، وهنعدي ازاي؟ لا جذبتك. ليه؟ عشان نعدي. ممكن تشيلني يا سمير؟ ايه الله يعافيك. علشان خاطري. لا جزمة. متشكرة. يلا بقى. خلي بالك عليا. ركاب يا ستي وامر الله. اوعى توقعني. هوبا. بتفكرني ايام ما كنت صغيره واركب على ظهر بابا واقول له شي يا حصان. يعني انا حصان دلوقتي؟ دي كانت ايام حلوه قوي، يا ريت ارجع صغيره تاني واعمل اللي انا عايزاه من غير ما حد يقول لي انت بتعملي ايه. ما نفسكش تبقى صغير يا سمير؟ لا. امال نفسك في ايه؟ نفسي تنزلي من على ظهري لان وسطي اتقطم. طب نزلني بالراحه. ميرسي. خدي الشنطه. الله، انت مش سعيده في حياتك؟ يا ريت بابا فضل فقير وماما عاشت لي، الله يرحمها، دي كانت حنينه قوي. وبابا؟ بابا ده احسن اب في الدنيا، تتصور مرضيش يتجوز علشاني؟
امال هربتي منه ليه؟ عشان احس بالحريه واعمل اللي عايزه اعمله. هو ليه مش موافق على جوازك من خطيبك؟ اعمل ايه؟ عايز يجوزني على مزاجه. مش جاي شايف ان جوازك من رفيق ده غلط؟ يعني يلغي شخصيتي؟ تقومي تحرميه من حقه عليكي كأب؟ اسمحي لي اقولك انك مدلعه قوي. انت معايا ولا معاه؟ انا مع الاسد. ياه احنا هنفضل ماشيين كده لغايه امتى؟ لغايه لما نلاقي عربيه تاخدنا في سكتها. يا سلام. طب والله ما انا منقوله من هنا لغايه لما تجيب لي عربيه توصلني مطرح ما انا عايزه. ما اقدرش امشي ده كله. ايه ده بقى؟ وانا كان ايه اللي خلاني استحملك واستحمل دلعك الفارغ ده؟ ما هو افرض يا سمير ما فيش عربيه رضيت تقف، نعمل ايه؟ ما تخافيش عليا، انا اخصائي في الحكايه دي. اخصائي؟ طبعا. كله يتوقف على الطريقه اللي تشاوري بيها العربيه. عندك مثلا الطريقه العصبيه. دي ما تنفعش. الطريقه الارستقراطيه. دي برضو ما تنفعش. امال انهي طريقه هي اللي تنفع؟ الطريقه الثالثه المتواضعه. سمير انا هنام شويه، لما تبقى توقف عربيه ابقى صحيني. هما مالهم كلهم مستعجلين كده ليه النهارده؟ تسمح لي؟ تعالى مفيش فايده، بس روح اقعد. خلينا انا هعمل لك طريقه نمره اربعه، بس روح اقعد دي احسن يا خي. توصلنا في سكتك؟ اتفضلي يا أمورة. ميرسي. تعالي يا سمير. تعالى. شو هيدا كمان سمير؟ ده خطيبي. اطلع ورا. يا باي. يا رزلتك يا أخي. على ايه؟ على ان طريقه نمره اربعه هي اللي نجحت. طريقه ما فيهاش اي جدعانه، كان ممكن تقلع هدومك كلها، كنت وقفت 100 عربيه. ها؟ احنا مش محتاجين 100 عربيه. على العموم انا اللي استاهل، كان لازم اسيبك تمشي على رجليك لغايه لما يجي لك لطشه شمس. ها؟ ايه في؟ لا ابدا. هو بيبص لنا كده ليه؟ ولا يهمك، تعالي ننزل ناكل حاجه. يلا. تاخدي تفاح؟ بتسمح يا اخ؟ مش فاهم. ولعوا تاخد 25,000 واني متلك، شو رايك؟ طب تعالى نتكلم بعيد عشان ما تسمعش.
اسمع، معاك سلاح؟ لا ما يهمش، انا معايا مسدسين في الشنطه، هديك واحد وهاخد التاني. البوليس ورانا من ناحيه وعصابه حميدو من الناحيه التانيه. حميدو؟ مين ده حميدو؟ انت ما تعرفش حميدو استرليني اللي دهن الهوا ابويا رسم عليه؟ لا. شوف يا سيدي بقى، حميدو ده ما يهموش 20,000 50,000، ما يبتديش يفكر الا من مليون ليره. احنا خطفنا المدمازيل زي اللي خطفوا الطيارات، فاهم؟ وعايزين مليون ليره. طبعا هتحصل معركه مع البوليس، يمكن واحد فينا يموت، مش مهم. كيف مش مهم؟ انا عندي ولاد. لو حصل لك اي حاجه المعلم حميدو هيربهم لك. بتسمح لي انسحب من هالعمليه؟ انسحب ازاي؟ انت دلوقتي عرفت السر. انا ما راح افتح تمي ابدا، انت تسمح لي؟ وانا ايه اللي يضمن لي؟ بحلف لك بولادي، لا شفتك ولا شفتي، بتسمح لي؟ اسمع، انت اسمك ايه؟ طنوس. ساكن فين؟ بالمرج. تحب اولادك؟ طبعا. طب روح دلوقتي، خد بالك لو قلت كلمه كده ولا كده ما راح افتح تمي ابدا. هو ايه اللي حصل؟ السواق شاف صورتك في الجورنال، عرفك. يا خبر ابيض، واتصرفت معاه ازاي؟ ولا حاجه، قلتك وانت عامله حميد ورحت داخل فيه شمال. هو راح فين؟ زمان هو في بيروت. يلا بينا من هنا. شيل كويس أوي، هننام هنا. أنام هنا؟ والله أنا شخصيا حبات هنا، وإن كانش عاجبك دوري لك على حتة تانية. أوبا سمير، أنا جوعت. ده بيتهيألك. لا أنا جوعت وخايفة كمان. الجوع والخوف ما يتفقوش سوا. طب ايه رايك انهم متفقين معايا؟ ان كنت خايفه الخوف هيطفش الجوع. لا، الجوع عندي هو اللي طفش الخوف. اوف، وانا كنت عملت ايه بس يا ربي عشان اقابلها. انا مش فاهم ايه اللي يخليني اقعد اوضب حته لوحده تنام فيها عايزاني اوصلها لخطيبها. ده ايه الحظ المهبب ده؟ اتفضلي يا ستي، سريري جاهز. سمير قومني. بقولك ايه، انا خايفه فستاني ينكرمش. العيه. نعم. بلاش، ما تقلعيش، اعملي اللي يعجبك بس اعتقيني ونامي. اف ان دمك بقى تقيل قوي من ساعه ما عرفت اني هدى، ومعاملتك ليا اتغيرت. كل ما افتح بقي تشخط فيا. اذا كنت متضايق مني سيبني وروح بيروت، انا مش مسكاك. انا برضو اعرف اكمل مشواري لوحدي. الله. سمير، سمير.
مالك؟ صح يا ليه؟ خفت لا يكون حد خطفك ولا حاجة. طمني، رحت اجيب لك حاجة تاكليها. بس انا مش جعانة دلوقتي. انت مش قلتي من شوية انك جعانة؟ ما هو الخوف طفش الجوع. صباح الخير. وانت من اهله؟ ناس كتير حبوكي في حياتك مش كده؟ واكيد اتدلعت عليهم زي ما اتدلعت على باباكي. الظاهر ان القيم كلها ملخبطة في نظرك. يعني دلوقتي انا متأكد ان كل تفكيرك في خطيبك. والنكتة ان بعد اسبوعين او شهرين كل تفكيرك هيبقى ازاي تخلصي منه. تعرفي الناس اللي زيك بيضيعوا حياتهم يجروا على حاجة، وهم في الحقيقة بيهربوا من حاجة، بيهربوا من نفسهم. وده اللي مخليهم مش عارفين هم عايزين ايه. وانت عارف انت عايز ايه؟ طبعا. ايه؟ عايز الناس تسيبني في حالي، اشتغل طول النهار واجي بالليل اقول لنفسي يا واد انت عملت بلقمتك، لا اذيت حد ولا اكلت حق حد، وحط دماغي على المخده وانام بالي مرتاح. بس دي حياه ممله قوي. انا كنت متاكد ان تفكيري غير تفكيري. يلا نام. انت كمان ام 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 حرامي دجاج. وقف وقف وقف. اي قف. يلا هدي. وايش كنتوا تسوون في المزرعة؟ كنا هنقضي الليلة. أخوات؟ لا. متجوزين؟ خاطفها. أنت مين؟ أنا جاسر الغجري. والحين لوين ناويين تروحوا؟ في الحقيقة إحنا كنا ناويين نروح عند ناس صحابنا في شتورة. لكن نعمل إيه؟ أهلنا والبوليس مالين كل السكة، مش كده يا سمير؟ كده. اسمعوا، أنتوا خلصتوني من صاحب المزرعة. لو كمشني كان سلمني البوليس على طول. الحين تروحون مضاربنا، نعطيكم ثياب ونركبكم الحمير ونوصلكم لغايه شطوره. الله، ده انا كان نفسي من زمان اركب حمار يا سمير. ده انا الحمار اللي سمعت كلامك.
يا سيدنا كانوا ثلاثة، شاب وصبية حلوة ومعهم واحد غجري. معهم واحد غجري؟ ايه. طالما معهم واحد غجري اعتبر انك مشناهم بكل سهولة. بس انتبه يا ابو صفوان، اسمع شو راح اقلك منيح. انت قلت انه كان معهم واحدة حلوة. حلوة كتير، ولو قدرت كمشتها كنت دغري تجوزتها. اذا شفتها تعرفها؟ ايه. هي هي، لو كمشتها بجوزني يا سيدنا. اوعى تفتكر اني انا ندهتك هنا علشان غيرت رايي فيك، ابدا. تعرف كويس ان انا عمري ما حبيتك ولا هحبك في يوم من الايام. واضح 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 بدون كلام. المهم ان هدى بتحبني وانا بحبها. بلاش غلبه، احنا لغايه دلوقتي ما عندناش اي اخبار عن هدى. فين هي؟ محدش عارف. مين الشخص اللي متصور معاها؟ محدش عارف. ده اسكوت تحت في الجبل، بس حد خطفها؟ انا مستعد لاي مساعده يا عمي. ما تقولش يا عم. اسمع مقلب، انا عايزك تنزل خبر في الجرايد تقول فيه ان كل الخلافات اللي بيني وبينك انتهت، واننا اتفقنا على جوازكم انتوا الاثنين بمجرد رجوعها البيت، فاهم؟ سمير سمير، بص يا سمير، ايه رايك؟ عجبتك؟ حلو قوي. عندي بشرى تفرح قلوبكم. بايه؟ ابوكي اسمه جمال الدين. ابويا والدك وافق على زواجكم. شوفي. شايف الخبر ما فرح قلوبكم؟ أه لا بالعكس، ده احنا فرحانين قوي. أه الحمير جاهزه؟ جاهزه، لكن والله مش منقولين من هون قبل ما نقيم فرحكم هون. Baby.
قولي لا يا زينة شو قال الهوى لما بهوينا هوينا سوا قولي لا يا زينة شو قال الهوى لما بهوينا هوينا سوا قولي لا قولي لا شو قال القمر حتى للقبيلة دريت الخبر تحبي تنامي في أي سرير؟ أي واحد مش مهم. تتصور إن دي آخر ليلة هنقضيها مع بعض؟ أيوة. بكرة كل واحد فينا هيروح في الطريق. أنت هترجعي لخطيبك وأنا هروح كندا. أنت هتسافر إمتى؟ مش عارف. سمير مش هشوفك قبل ما تسافر؟ ما افتكرش. تعرف انك هتوحشني قوي. نفسي تيجي تزورنا قبل ما تسافر. وازورك ليه؟ عشان ابارك لك انت وخطيبك؟ على كل حال اطمني. هبعت لك بوكيه ورد واكتب لك عليه مع اطيب التمنيات بالقران السعيد. انت عمرك ما حبيت يا سمير؟ طبعا حبيت كتير. انا مش قصدي كده، قصدي حبيت واحده واتمنيت انك تاخدها اخر الدنيا، تحلموا سوا وتفرحوا سوا وتعيشوا طول العمر مع بعض. الواحده دي مش موجوده. مين قالك؟ مش يمكن جنبك وانت مش شايفها؟ افرضي انها موجوده، انا هقدم لها ايه؟ حياة مش مستقرة في بلد غريبة هبتدي فيها من الصفر. تفتكري البنت دي تقدر تستحمل قد ايه؟ شهر؟ شهرين؟ العمر كله. سمير خدني معاك. قومي نامي. سمير انا بحبك ومستعدية اروح معاك اي مكان ونبتدي مع بعض من جديد، بس ما تسيبنيش. ما اقدرش اعيش من غيرك، ما اقدرش. روحي نامي.
سمير وين كنت طول المدة؟ ولو انشغل بيلي عليك؟ محتاج الألفين ليرة؟ هلا؟ عملت حادث بالموتوسيكل؟ لا بدك تتجوز؟ أيوة يا أخي غريبة قوي. أرجوك هات الألفين ليرة وتعال بسرعة، أنا في المرج. أيوة أيوة على طريق الشام، حسنك على المفرق. جاسر جاسر تعال. صباح الخير. صباحك الله بالخير. سمير راح فين؟ قال راح يخابر بالتلفون. مين؟ قال مع أبوك. تشربين قهوة؟ لما يجي سمير. تضمني من اني ما بلغش عنك واخد المكافأة، هتدفعني في كندا. بابا عشان خاطر يا ستي كلي لقمة. ايه برضو ما رضيتش تاكل؟ مفيش فايدة. طيب روح انت. مالك يا بنتي في ايه؟ مش عايزه تاكلي ليه؟ ماليش نفس. انت حيرتيني معاك يا بنتي، في مصر كنت بتضربي عن الاكل عشان عايزه تتجوزي رفيق. رفيق وافقت عليه. تضربي عن الاكل ليه دلوقتي؟ مفيش حاجه يا بابا. ما تكذبيش عليا. مساله الاضرار عن الاكل دايما وراها حاجه. ايه اللي انت مش راضيه عنه؟ مش راضيه عن نفسي. انا كمان مش راضي عن نفسي. ومع ذلك ما بضربش عن الأكل. انت في حاجة مخبيها عني؟ ايه هي قوليلي؟ ولا حاجة. ما هي الأعراض اللي أنا شايفها دي، السرحان والإضراب عن الأكل، أنا عارفها كويس. تكونيش وقعتي ورام حد تاني؟ لا الحكاية المرة دي جد أوي أوي يا بابا. قابلتيه امتى ده؟ على البخيرة. على البخيرة؟ اوعي تكوني حبيتي بحار ولا بنبوطي. لا. وده بقى ايه ده؟ كل اللي اعرفه عنه انه مسافر كندا يبني مستقبله. يعني مش معتمد على فلوس ابوه. جدع. انا احب النوع ده. واسمه ايه؟ سمير. اخلاقه؟ ممتازة. يكونش هو الشاب اللي كنت معاه في الاستيريو؟ بالظبط يا بابا. لكن ده لحقتي تحبيه امتى؟ انت يا دوبك تعرفيه من يومين. دول اجمل ايام حياتي. لا ده الحكايه جد قوي. بدي اشوف هو فين. ما اعرفش. ايه ما اتصلش بيكي من يوميها؟ اتصل ورفضت اكلمه. ليه؟ هكلمه ليه؟ واحد مش عاجبه تصرفاتي وبيقول عليا دلوعه وهيفه ومش عارفه انا عايزه ايه.
لا هو في كده عنده حق، انا برضو بقول كده. قول ان حضرتك دلعتني وما عرفتش تربيني. قليل الادب. لا يا بابا ده مش قليل الادب، ده مؤدب قوي، ومين عارف من غيره كان هيحصل لي ايه. طيب معلش اسمعي افندم. عارفه خطيبك عمره انزلي من زور، انا حابه تجيبه دلوقتي اخليه اجل الفرح. لا يا بابا ارجوك، بعد ما البلد كلها عرفت وبعد ما اتكتبت في الجرايد انا مش ممكن ارجع في كلامي، وبعدين كفايه المشاكل اللي سببتها لك والفضايح. انا يا بنتي ما تهمنيش الفضايح قد ما تهمني سعادتك. انا غلطت وتسرحت ولازم اتحمل غلطتي. مش معقول، انا مش مصدق اللي مكتوب في الجرايد ده. بسيطه، اتصل فيها بالتليفون وتاكد. ما انا كل ما بطلبها بيقولوا لي مش موجوده. يا سمير يا حبيبي فهمني شوي وخليك بالواقع. معقول بنت تهرب من ابوها كرمال الشخص اللي بتحبه تقوم تغير رايها وتتجوزك انت باخر لحظه؟ الله، اذا كان هي اللي طالبه مني اتجوزها. طيب عال عال، بس فهمني شوي. لما اتاكدت من الشخص يلي بتحبه ومن موافقه ابوها تركتك وراحت لعنده. شوف، ما هو في حاجه مش طبيعيه في الموضوع وانا لازم اعرف. الو، ايوه انا جمال، مين حضرتك؟ سمير؟ سمير مين؟ ايوه هدى كلمتني عنك، انت عايز تقابلني ضروري؟ بخصوص ايه؟ حساب قديم متعلق عايز تصفيه؟ ايوه مفيش مانع. طيب تحب تشرفني في البيت بكره؟ انت مسافر بكره. طيب تحب تشرفني دلوقتي حالا؟ اصل الليله دي حفله زفاف بنتي هدى، انا في انتظارك. اولا انا احب اشكرك على كل اللي عملته لهدى. هي قالت لحضرتك؟ ايوه، وقالت لي على الورقه اللي انت انقذتها منها وانك تستحق كل اللي تطلبه كده. طب اتفضل بقى. ايه ده؟ كشف باللي صرفته، تمن القميص والبنطلون والخوخ والتفاح اللي بنت حضرتك اكلته وشويه مصاريف كده. يعني كل اللي انت عايزه 132 ليره. ايه كتير؟ مش كفايه الوقت اللي ضيعته معاها؟ طيب اكتب لك شيك بالمصاريف وال 50,000 ليره طبعا. 50,000 ليره بتوعي؟ المكافاه؟ انا مش عايز مكافآت، انا عايز اللي صرفته وبس. ما تاخذنيش يا ابني، انا فاكر انك جاي تقبض المكافاه. كل اللي مطلوب من حضرتك 132 ليره، مش عايز من حضرتك اكتر من كده. واذا سمحت يبقوا كاش عشان ما بحبش اضيع وقتي في البنوك. انت انسان عجيب. معلش لما نتكلم في الحكايه دي مره تانية تسمح؟ في واحد في الدنيا يرفض ثروه زي دي؟ والله دي مساله مبدا، القرش اللي بكسبه لازم اتعب فيه، انما الخدمه بعملها ببلاش، والدنيا فيها مغفلين كتير وانا واحد منهم. تسمح؟ قبل تسمح لي اسالك سؤال شخصي؟ اتفضل. انت بتحب هدى؟ اللي يحب هدى ده لازم يبقى معتوه. انت بتتهرب من سؤالي. مش هي فضلت الددول بتاعها؟ خليه هو ينفعها بقى. انت بتحب هدى؟ يا راجل اتجنن اللي يقعد معاها دقيقة واحدة. انا بسألك سؤال محدد، انت بتحب هدى؟ تسمع. اتفضل. انا اسمك. مش قابله لما تشرب الشربات بتاعك؟ معلش مرة تانية. مرة تانية فين؟ انت مش طول مسافر كندا؟ بكرة الصبح ان شاء الله. طيب يا ابني اتمنى لك كل التوفيق. شكرا. اخدت فلوسك؟ طبعا. مبروك. الله يبارك فيكي، مبروك عشانك انت كمان. تشكر. مش هتحضر فرحي؟ لا، اصل المناظر زي دي بتقلب معدتي. لسه مصممة تتجوزي رفيق؟ شهادة لله سمير عجبني، رفض ال50,000 ليرة، كل اللي طلبه حق القميص والبنطلون. سمير بيحبك يا هدى، هو قال لي بنفسه، وانت بتحبيه وانا حبيته. هدى فوقي، فاضل 5 سلالم،
تغلطيش في حق نفسك وتضيعي حياتك. فاضل سلمتين، ان كنت عايزه تسعديني اضعي حد للمهزله دي واهربي. روحي كندا مع سمير وانا هبقى احصلكم. عربيتك واقفه بره طوعيني واهربي. ادعي لك من كل قلبي.